النهارده ايه السكشن التاني؟ اخر حاجه قلناها السكشن اللي فات، ان احنا عندنا شيل بالمنظر ده كده وعليها اون ويت بتاعها او ايا كان بيتكون. لما اقطع في الشيل دي هيطلع لي هنا ان فاي وهيطلع لي هنا ان فاي ونفرضها تنشن، وعندي هنا ده الاون ويت جي تن بير متر سكوير. وقلنا ان في قانون جنرال للفاي، ان فاي المفروض القانون ده تكونوا حافظينه كويس، واستنتاجه سهل، ناقص واحد على ار اتنين ساين سكوير فاي، افتح قوس تكامل ار واحد ار اتنين. حد حافظه؟ عايزين بقى ايه نلتزم ان احنا نكتبه دبليو في كده، تمام؟ بعد كده نكتبه ساين فاي دي فاي بلس كونستنت. ده كان القانون الايه الجنرال اللي احنا قلناه اخر حاجه السكشن اللي فات. قلنا هيبقى كل الفكره كلها بس او الجديد شويه ان دكتور السنه دي يعني ايه هيتعامل مع الاشارات او مع المسائل بطريقه مختلفه شويه عشان نظبط موضوع الاشارات، تمام؟ هو كان فيه الى حد ما كده ايه مشكله شويه او الناس بتتلخبط فيها، فهو الدكتور ايه السنه دي نزل كده ايه طريقه معينه هنمشي فيها عشان ناخد الاشاره ازاي. طيب عندنا هو كان عامل جدول كده، مش عارف بقى الحاجات دي هتكفي ولا هنحاول نكتب هنا كده الاول الجدول ونطبق هنا. فقال لك ايه، هقول لك قال لك ايه دلوقتي. قال لك احنا عندنا تكامل لو الفاي ابر ليميت وتكامل الفاي لور ليميت، وده كده كان الفاي وده كده دايركشن. الناس تحاول ايه تركز في الكلام ده عشان مهم. سيم وده كده اوبوزيت. هنرسم اربع حالات في الجزء ده. اول جزء عندنا نزل تحت جي بالمنظر ده، وعندنا هنا ان فاي وهنا ان فاي، وده كان تقدر تعتبر ده كده، والزاوية دي عكس عقارب الساعة قلنا هي الفاي. ده كده جي ايه تن بير متر سكوير. الكيس التانية نفس كله نفس المنظر، وعندنا هنا قطعنا سكشن افقي فاي، ظهر لي هنا ان فاي وظهر لي هنا ان فاي، وعندي كان في ضغط ميه من جوه فعمل لي دبل تحت ودبل فوق. حد شاف المحاضره دي اصلا؟ ما حدش شافها. حد شاف المحاضرات دي يا جدعان؟ يعني بلاش الناس عشان الموضوع اونلاين الناس يعني تتخاذل. طيب احنا قلنا المره اللي فاتت احنا عندنا قانون ان فاي، احنا قلنا قانونين، قلنا في حاجه طريقه اسمها سمبليفايد. لو انت عارف عندك اي شكل وعارف تطلع التوتال دبليو، قانون كان كده، كان ان فاي بيساوي ناقص الدبليو على 2 باي ار 2 ساين سكوير فاي. ده كان القانون لو انت عارف تطلع قيمه. ده كان قانون مبسط للان فاي، ولو انت عارف تحسب الدبليو دي قيمتها كام بالظبط اعرف القانون ده وخلاص خلص الحكايه. المشكله في ايه؟ ان انا مش عارف احسب قيمه الدبليو دي كام. عندك شكل مثلا زي ده كده، ده مثلا عباره عن كون او شكل مش كون، يعني حاجه مثلا مدببه مش جزء من، مش عارف المعادله. فلو انا قطعت عند اي سيكشن مش هعرف احسب الدبليو دي بكام، ان انا مش عارف احسب المساحه السطحيه للكلام ده. فساعتها قلنا القانون ده ما ينفعش، بنضطر ان احنا ناخد القانون اللي هو الايه المور جنرال اللي هو القانون ده، تمام؟ اللي هو بيقول ايه ناقص 1 على ار 2 ساين سكوير فاي، افتح قوس تكامل ار 1 ار 2 دبليو في. دبليو في ده اللي هو قلنا ايه اللي هو الفيرتيكال لود بير يونت اريا.
صح كده؟ مضروب في ساين فاي دي فاي زائد كونست. طيب بما ان احنا عندنا تكامل وعندنا دبليو في، احنا كل الفكره كلها ان احنا او الاشاره هنظبطها منين؟ عن طريق اشاره الدبليو في دي، عن طريق اشاره الدبليو في دي. فهو دكتور عامل هنا ايه قانون، ايه او الجدول ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت جاي تكامل، جاي تكامل، او القانون ده كان مستنتج ازاي، او خلينا هنا في الجدول ده سيبك من القانون كان مستنتج ازاي. بيقول لك لو انت بتكامل عندك تكامل، لو حد تكامل صح كده، لو انت بتكامل وعندك الفاي دي ابر ليميت، الفاي ابر ليميت و دايركشن بتاع الدبليو والان فاي في نفس الاتجاه، سين دي معناها نفس الاتجاه، يعني انت جاي تكامل عندك الفاي في المعادله بتاعتك او في المساله بتاعتك جاي تكامل وعندك الفاي ابر ليميت، هنشوف الكلام ده معناه دلوقتي، وعندك الدبليو والان فاي في نفس الاتجاه، يبقى عوض عن الدبليو في بوست في جي، او ايا كان اللي هو الفيرتيكال لوب يونت اريا. يعني مثلا المساله دي انا عارف الجي، انا عارف الفيرتيكال لوب يونت اريا هو الجي، بس فاكر انا مش عارف احسب التوتال قيمته كام عند اي سيكشن، فاحنا نعوض هنا جوه التكامل. نفس هي الفكره كلها في الجي، اعوض بالجي، بس فكرة بقى الدبليو في ده او الفيرتيكال لوب يونت اريا ده اعوض عنه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي دي السؤال. لو انت في الجدول ده بكامل في المساله والفاي بتاعتي ابر ليميت، وي في نفس الوضع ده الدبليو والان فاي نفس الاتجاه، خدها بوزيتيف. زي ايه؟ زي المساله دي هنا اهو. انا مثلا في الكيس دي عندي ايه؟ هبدا اكامل، لو انا قطعت في السكشن فهبدا اكامل من زيرو لحد فاي، يبقى انا الفاي بتاعتي ابر ليميت صح كده في المساله دي. وعندي شوف دايركشن الدبليو والان فاي عامل ازاي، الدبليو نازله لتحت والان فاي نازله لتحت صح كده. فانا عندي انا هنا في اول جزء انا بكامل من زيرو، او سيبك بكامل من اي حاجه، من 90 من اي حاجه، بس اهم حاجه في الاخر انا بكامل من حاجه الفاي، والدبليو والان فاي في نفس الاتجاه، فساعتها الدبليو في هنا بوست. طيب لو انا ناخد مثلا الكيس الثانيه ان انا بكامل هنا، عندي بكامل حدود التكامل بتاعتي من فاي لحاجه، الفاي عندي لور ليميت، الفاي عندي لور ليميت، والان فاي والجي في نفس الاتجاه. يعني مثلا ناخد انه كيس بكامل من فاي لحاجه والان فاي قدام نفس الاتجاه. يعني مثلا في الكيس دي بكامل من فين لفين؟ بكامل من فاي لحد النقطه دي صح؟ احنا دايما هنكمل على نص الشمال من الشيل، فانا قطعت سيكشن وقفت عند النص القطر ولفيت زاويه اسمها فاي، اي زاويه، وقطعت سيكشن وظهرت الجزء اللي انا بدرسه دوت، وهشوف اما اجي احل ازاي. فطلعت ان فاي دايما هتلاقيها طالعه تنشن من ايه؟ من الشيل اللي انا بقطعها، دايما هتلاقيها طالعه بتشد. فبشوف بكامل انا هنا من فين لفين؟ بكامل من فاي لحد 180، فالفاي عندي لور ليميت صح كده؟ كان عندي ضغط ميه او اي حاجه بره، فمحصلته الريزلتنت بتاعته دبليو كان طالع لفوق والان فاي طالع لفوق. يبقى هنا اشاره الدبليو في اللي نعبر بيها هنا ايه؟ نيجاتيف. الناس بس تفهم احنا بنقول ايه ونحل اول مساله نحلها نطبق على الكلام ده. نفس الكلام لو انا بكامل من زيرو لفاي، وعندي زي الكيس دي بكامل من فين؟ من زيرو لحد فاي، فالفاي عندي ابر ليميت. طب والدبليو والان فاي في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ ها؟ عكس صح؟ فهنا يبقى الدبليو في ايه؟ حد يقول معايا؟ نيجاتيف صح؟ نيجاتيف. الكيس دي بكامل من فاي لحد قيمه معينه، الفاي عندي لور ليميت. طيب انا كده عندي نيجاتيف، طب الان فاي والدبليو مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض، يبقى عندي ايه بقى كمان ايه؟ نيجاتيف صح؟ يبقى نيجاتيف نيجاتيف بايه؟ دبليو في بيساوي بوست. كان صعب؟ كان سهل جدا. بس انت عارف الجدول ده بيتكلم بيعبر عن ايه والاشاره دي بتعبر عن ايه. نحل المساله، لو في حد مش فاهم الكلام ده يقول لي. كل اللي بقوله ببساطه هتقوم تشوف الجزء اللي انت بتدرسه في الشل. مثلا دي كانت كوره، افترض دي كانت كوره، فانا هعمل ايه؟ دي اول مساله نحلها. فانا هفرض هدرس الجزء اللي فوق ده، فهعمل ايه؟ وهو هنا اللي هنا الاو واحد صح، والفاي بتقاس عكس عقارب الساعه كده. فانا عايز اخد سيكشن في الجزء الاولاني ده، فاقوم اعمل كده واقطع واطلع الجزء ده بره، هدرسه لوحده بره، هدرس الجزء الاولاني ده اللي فوق. فعندي المنظر ده بحلها تحت تاثير، بحلها تحت تاثير ايه؟ اون ويت. فعندي الجيل تحت والان فاي دايما افرضها بوزيتيف، افرضها تنشن يعني، وادي عندي هنا الفي. طب انا هكمل من فين لفين؟ هكمل من زيرو لحد فاي صح كده، والاثنين في نفس الاتجاه يبقى عندي بوزيتيف. ده اللي احنا بنقوله هنا، ده مثال سريع يعني. وهنحل اول مساله
هنشوف فيها تو كيسز من الكيسز دي. فهل الكلام ده حتى الان في حد مش فاهم حاجه؟ هو الجدول ده مهم يعني، الجدول ده مهم. اتفضل يا كبير. ما انا بقول لك اهو، انت مساله بتاعتك، انا هدرس اول حاجه مثلا النص اللي فوق تمام، فاعمل ايه؟ هاخد سيكشن ومقطع كده واطلع الجزء اللي فوق ده بره. طيب انت عارف انا في الاخر عندي الريدس بتاعي هنا، هنا دي او واحد، فانا في يعني انا عندي عارف ان انا بقيس من فاي، يعني في حاجه انت عارفها وحاجه انت رايح لها، في حاجه انا عارفها عند فاي بزيرو، دايما هبدا بزيرو. لو انا عايز ادرس الشيل دي فدايما هكمل، لما اجي احل المساله دي هكمل من كام لكام؟ من زيرو لحد فاي. بس لو انا مثلا بحل الجزء التحتاني زي ده كده، انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ قمت انا واخد سيكشن وبدرس الجزء التحتاني، هاخد سيكشن كده واطلعه بره اهو، وامشي بزاويه فاي اربيتري فاي، اي زاويه فاي اهي. وشوف دايما احنا هنلف عكس عقارب الساعه، دايما التكامل بتاعنا والزاويه فاي بتمشي عكس عقارب الساعه. فلو انا كملت هنا هكمل من كام لكام؟ من فاي اللي هي اي زاويه لحد كام؟ 180. تمام؟ وضحت كده ولا؟ طيب حل اول مساله. مش صح، هنزل لكم ده لو انتوا عايزين يعني. اللي ايه؟ انا نزلتوش بس هو معايا يعني، انا ممكن انزل لكم ده وانزل لكم التاني. تمام؟ لو حد المساله دي عباره عن ايه؟ عباره عن كوره كده، كوره ولا اعتبرها كوره حاجه كده. الكوره دي مسوكه هنا كده رينج بيم، بتاع دي مسنوده على حاجه كده، يعني نفترض ان هي كوره، السنتر بتاعها الجبنه بتاعها اسمه ار او ايه السنتر لاين، وعليها اون ويت جي. عايزكم بس الناس تركز، انا بحاول قدر الامكان، الموضوع ده رخم شويه، انا بحاول قدر الامكان ان انا احل معاكم في السكشن قد ما اقدر. احنا ممكن نحل مسالتين وخلاص، بس انا بحاول يعني الناس تتفاعل معايا شويه وتحاول تركز عشان نحل اللي نقدر عليه. انت لو قعدت تحل في البيت نفسك محتار ومحتاس شويه، فكل ما نحل هنا اكتر كل ما بتسهلك الدنيا في البيت. طيب المساله دي بيقول لك عايزين نحسب ان فاي وان سيتا المساله دي. طيب دي كانت عباره عن كوره لها ريديوس بتاعها اسمه ار. فهو دايما في المسائل دي يقول لك ايه؟ احسب ال ان فاي وال ان سيتا، ممكن يقول لك ارسم ان الدياجرام بتاع ال ان فاي وال ان سيتا. هنشوف الكلام ده. طيب عشان نحل المساله دي ممكن نحل بطريقتين، من دي كوره صح، فانا اقدر ان انا اعمل يعني ممكن اقدر احسب التوتال دبليو اللي بيأثر عليها كام لو اخدت اي سيكشن منها كوره. فاول حاجه هنحل، نحل هنا كده الطريقه السمبليفايد دي، نحل بيها هنا. بس الناس ايه تحاول تركز معايا شويه ماشي. اول حاجه هنا سمبليفايد هعمل ايه؟ هدرس ما ان في هنا رينج بيم، دي حاجه اسمها رينج بيم بتاع دي، انا عارف انت فاهم السيستم ده ولا لا. ده عباره عن خزان معين مثلا ليه اون ويت اسمه جي، وبعدين الخزان ده لازم يكون ليه سبورت زي زمان كده عندنا كاميرا بيتسند على حاجه، فعشان امسكه فعاملين له هنا حاجه اسمها رينج بيم. دي حاجه اسمها رينج بيم، ليه اسمها رينج؟ عشان بتلف حواليه داير ما يدور كده محوطاه، والكاميرا دي هي اللي شايله الكوره دي، والكاميرا دي مسنوده في الاخر على استراكشر هنا ايا كان بقى ايه هو ايه اللي موجود هنا. تمام. طيب فاول حاجه هنعمل ايه؟ عايزين ندرس الجزء الفوقاني، بما ان في رينج بيم فهنا زي مثلا ما تقول كده ظهر هيظهر رياكشن عندها، فلازم اقسم المساله بتاعتي هيحصل فيه تغيير في الحته دي، هنا هيظهر فيه رياكشن، فانا هدرس الجزء اللي فوق الاول لوحده وبعدين هدرس الجزء اللي تحت لوحده. فاول حاجه هقول هنسمي ده الجزء الفوقاني ده بارت 1 وده بارت ايه؟ هنسميه اي، هنسميه ايه؟ 2 اي. فاول حاجه هقول الجزء الاولاني اللي هو اي ده الفاي بتاعته من كام لكام بقى؟ حد كده يقول لي من زيرو ها؟ صح؟ قلنا الفاي تبقى عكس عقارب الساعه صح كده؟ فالفاي ده تبقى من زيرو لحد 90، من زيرو لحد باي على 2. هعمل ايه؟ خد سيكشن، كل الموضوع على فكره كله سيستماتيك، تقوم ماشي ترسم سنتر لاين، تاخد سيكشن على بعد زاويه فاي، اي زاويه فاي، اعمل كده اهو
والزاوية فاي اهي، هلف عكس عقارب الساعة واخد زاوية فاي واظهر ال ان فاي اهي ان فاي يعني. طيب في عندنا قانون السمر فاي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ان فاي بتساوي ناقص دبليو على 2 باي ار 2 ساين سكوير فاي. لو انا قطعت عند اي سكشن فاي مش انا اقدر احسب المساحه، يعني عايز احسب التوتال دبليو في الاخر بتاع دي عليها جي طن بير متر سكوير، محصلته تحت هنا رقم اسمه دبليو. حد يقدر يقول لي قيمه الدبليو ده كام؟ لو انا جبت مش دبليو ده، دبليو ده وحدته ايه؟ طن بير متر سكوير، فانا ضربته في المساحه السطحيه صح بتاعت الكره دي، وانا كده جبت الايه؟ التوتال دبليو. طيب السؤال بقى مساحه سطحيه كام؟ دي بما ان دي الحاله الوحيده انت يعني تقريبا الحاله الوحيده تقدر تحسب فيها الدبليو، الدبليو لما يكون عندك جزء من كوره ان انت عارف معادلته او تقدر تعرف تحسب الايه سيرفيس اريا. الكلام ده خدناه من زمان مش عارف امتى زمان يعني. المهم في الاخر لو انت عندك حاجه كده والتعد ليها ار، دي اسمه ار، جزء بجزء من كوره يعني جزء من كوره، والارتفاع ده اسمه اتش، فانت عندك يبقى الاريا بتساوي 2 باي ار في اتش. تمام كده هي دي المساحه السطحيه. كان بيقول لك المساحه السطحيه لجزء من كوره بيساوي المساحه السطحيه اللي هي المساحه الجانبيه للاسطوانه مشتركه معاها في نفس القوس في نفس القطر وليها نفس الارتفاع. لو انت خدت بالك دي هتلاقي كانها قانون بتاع المساحه الجانبيه بتاعه الاسطوانه. المهم فهنا حاجه انا اعوض، يبقى انا عايز احسب الدبليو هتساوي ايه؟ نيجاتيف الدبليو، هضرب الجي في المساحه السطحيه صح كده. طيب انا عايز احسب اتش دي كام؟ ها عارف ان دي زاويه دي فوق صح كده. طب اتش دي تبقى كام؟ حد كده يفكر معايا صح. يعني الحته دي الحته الارتفاع ده قيمته كام؟ مثلث القائم الزاويه اهو ار كوساين فاي صح كده، وانا عارف ان الارتفاع ده كله من هنا لحد هنا كل ده ار، يبقى المسافه اتش دي كام؟ ار ماينس ار كوساين فاي. يبقى الجي هتتضرب، هضرب الجي في المساحه السطحيه. المساحه السطحيه اللي هي عباره عن ايه؟ 2 باي ار في اتش اللي هي 2 مضروبه في 2 باي ار في اتش اللي هي كام؟ اتش بتساوي ار ماينس ار كوزاين فاي صح كده. فالكلام ده هيساوي ممكن اشيل الاتش دي احطها هنا واخد ار بره تبقى ار سكوير 1 ناقص كوزاين فاي. الكلام ده على كام؟ 2 باي. اول حاجه لازم تعملها في اي مساله تحسب الار 1 والار 2، بس بما ان هنا المساله سهله فالار 1 هتساوي الار 2 هتساوي الايه؟ الار كابيتال صح كده. طيب فجيت هنا هكتب 2 باي ار مضروبه في ساين سكوير فاي. طير الكلام ده، طير دي 2 باي ار دي او 2 باي، يعني طير الكلام ده مع بعضه، هطير التربيع دي مع دي كده اهو، في الاخر هيبقى لك ايه؟ هيبقى لك ناقص جي 1 ناقص كوزاين فاي على كام؟ ساين سكوير. طيب لو انا سبتها ساين سكوير ينفع؟ لو انا سبتها ساين سكوير انا عندي الفاي بزيرو، لما اجي اعوض الفاي بزيرو هلاقي ده انفينيتي. قلنا السكشن اللي فات لازم تقوم فاكك الايه؟ تبسط المنظر ده عشان يطلع ايه؟ ما يطلعش زيرو عند الفاي بزيرو. فالساين سكوير دي ممكن افكها 1 ناقص كوزاين صح كده، فواحد زائد ايه؟ كوزاين فاي. فدي تقوم ايه؟ طايره مع دي، يبقى لي كام؟ في ار هنا يبقى ناقص جي في ار على واحد ايه؟ واحد زائد كوزاين فاي. هل الكلام ده صعب؟ مش صعب. طب احنا الكلام ده حليناه مره بالسمبليفايد، عايزين ممكن نحله تاني مره تانيه بالايه؟ بالطريقه الجنرال عشان في الاخر ان هم يطلعوا نفس الكلام. الطريقه الجنرال ما فيهاش اي فن، كل اللي انت بس تحتاج تحسبه صح هو قيمه الدبليو في. لو انت جبت الدبليو في صح يبقى انت كده المساله بالنسبه لك خلصت. طيب هنقول نفس الكلام برضو بارت 1 ممكن نحله بطريقه ثانيه. ان فاي الدبليو في، خلينا نشوف الدبليو في قيمتها كام. قلنا ار 1 بيساوي ار 2 بيساوي كام؟ ار كابيتال. الدبليو في بقى لو انا خدت الجزء اللي فوق ده طلعته بره هيبقى عندي الدبليو لتحت صح كده، والان فاي لتحت هكامل من 0 لفاي. يعني طبقا للجدول اللي انا كنت كاتبه ده دبليو في هتبقى بوزيتيف والنيجاتيف جي بوزيتيف صح كده. بس هتيجي انت هنا جاي هنا ان فاي بتساوي ناقص 1 على ار 2 اللي هي كانت الار ساين سكوير فاي افتح قوس تكامل ار 1 في ار 2 اللي هي كام؟ اللي هي ار سكوير مضروبه في الدبليو في اللي هي جي بوزيتيف صح كده، مضروبه في ساين فاي دي فاي بلس كونستنت. هنقول هنا الدبليو في بتساوي بوزيتيف جي، الكلام ده ناقص 1. هتروق انت الليله دي كده، ممكن تطلع الار سكوير في الجي دي بره
هتبقى لك ايه؟ هتبقى لك نيجاتيف الار في الجي على ساين سكوير فاي. تكامل الساين، تكامل الساين سالب كوزين، سالب كوزين فاي زائد ثابت. طيب عايزين نجيب الثابت نعمل ايه؟ قلنا السكشن اللي فات باوند كونديشن ان دي سفير، لو انا عوضت عن الفاي بزيرو المفروض في قيمه للان فاي، عشان ده يطلع في قيمه للان فاي لازم الباست كله يساوي زيرو، مش ان فاي يساوي زيرو، الباست كله يساوي زيرو. الباست كله اللي هو ايه؟ اللي هو ناقص ات الفاي بتساوي زيرو، القوس ده كله هيساوي زيرو. لما اجي اعوض هنا يبقى ناقص كوزين زيرو زائد ثابت بيساوي زيرو، يبقى الثابت بيساوي كام؟ واحد. حلو قوي الكلام ده. هاجي اعوض هنا تاني في المساله دي، لو حد خد باله خلاص ما وصلنا ايه؟ جي نيجاتيف جي في ار في واحد ناقص كوزين فاي ايه؟ على الساين سكوير. نفس الايه؟ نفس الحاجه، مشيت كده صح؟ مشيت كده صح، بس كل الفكره انت فاهم بتعمل ايه وظبط اشاراتك. يبقى احنا كده حلينا الجزء اللي فوق. الجزء اللي تحت هنحله كامل، مثلا لو انا عايز احله بالطريقه دي بارت 2 ده. بارت 2 اهو. بارت. لو في حد مش فاهم حاجه يقول، انا بحل بسرعه. في حد في اللي فات ده مش فاهم حاجه او في حاجه وقعت منه؟ لسه طالب ان زيتا. لو هو الراجل ده بيقول لي عايز ان زيتا ممكن نجيبها ازاي؟ ان اه بالظبط ان فاي، احنا قلنا في قانون المره اللي فاتت اللي هو ان فاي على ار واحد اللي هي ار بلس ان سيتا على ار اتنين اللي هي ار برضو بتساوي كام؟ نيجاتيف بي ار، صح كده؟ فبي ار، بي ار هنا بتساوي ايه؟ قلنا عشان نجيب البي ار خد لك اي سيكشن برضو نفس الكلام كده، عندك هنا جي وعندك كده بي ار اللي هو هيبقى يكون كام؟ صح دي فاي ودي فاي، يبقى البي ار بتساوي بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف صح كده؟ قلنا لو رايح على الاكس يبقى بوستيف، يبقى جي كوزين فاي. طب انت جاي هنا شايل دي تحط مكانها كام؟ جي كوزين فاي. وعندك ان فاي احنا حسبناها صح معانا، ودي ار دي ار كل ده معروف نقسم من ان سيتا. كمل انت في الليله دي طلع ان سيتا. طب عايزين الجزء الثاني، الجزء الثاني عشان نطلعه هعمل ايه؟ جاي كده الجزء اللي هو تحت، الجزء الثاني اللي هو من فين لفين؟ من فاي من باي على الاثنين لحد كام؟ باي صح كده؟ احنا دايما هندرس الجزء الشمال من الشل. فانا هعمل ايه؟ همشي زاويه فاي لحد اي زاويه واقطع واطلع الجزء اللي انا قطعته ده بره. يعني لو كانت دي تقريبا هي الدايره هعمل ايه؟ همشي فاي تعدي 90، يعني هفضل مثلا فاي مثلا كده اهو. وانا بدرس الجزء فين؟ بدرس الجزء اللي تحت، انا هقطع الجزء اللي تحت ده اللي هو اللي هظهره معايا. واول ما بقطع اي جزء بظهر الانترنال فورس اللي فيه اللي هي كام؟ ان فاي صح كده؟ ان فاي. طيب الجي ما زالت لتحت، جي تان برميتر سكوير. عايز حد هنا طبعا الار واحد بتساوي الار اتنين بتساوي كام؟ بتساوي الار صح كده؟ طيب عايزين نحسب الدبليو في. تقريبا هتكون دبليو في انت عارف تحسبها، الفكره كلها بس في الاشاره تظبطها. دبليو في هي الفيرتيكال لوب بير يونت اريا اللي هي اصلا الجي، بس السؤال كله بس اشارتها ايه؟ فنشوف بكامل من فاي لحد قيمه معينه صح اللي هي 180، فالفاي عندنا ايه؟ لور ليميت صح كده؟ في نيجاتيف. طيب والجي او الدبليو والان فاي نفس الاتجاه والعكس الاتجاه؟ عكس صح، يبقى عندنا نيجاتيف كمان، يبقى عندنا في الاخر الفاينل ايه؟ بوزيتيف. الدبليو في بتساوي بوزيتيف جي، جي تان بير متر سكوير. طيب نكمل. فما اجي اعوض في المعادله دي هيبقى الان فاي بيساوي ناقص واحد على ار 2، ار 2 اللي هي ار ساين سكوير فاي، افتح قوس تكامل ار 1 ار 2 اللي هي ار سكوير في الجي في ار سكوير في الدبليو في اللي هي كام؟ حسبناها اللي هي جي كان مضروب في ساين فاي بلس كونستانت ساين فاي دي فاي بلس كونستانت. تنضف نفس الكلام اللي فات هيبقى ناقص ار نيجاتيف ها
R في ال G مع شباب حد معايا negative R في ال G. R square دي راحت مع ال R دي, طلعت ال R بره وال G بره على sin square phi. ماشي كده؟ طيب تكامل السين نيجاتيف كوزاين زائد ساد. حد وقال حد كده؟ شواندس معانا ولا ماشي بسرعة ولا بطأ شوية؟ صحراء 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 بإنفينيتي, لأن فاي ليها قيمة. عشان الحاجه ما تكونش, عشان الحاجه تكون ليها قيمه لازم تكون 0 على 0. 0 على 0 ده في ليه قيمه, 0 على 0 حاجه اسمها غير معينه فليه قيمه. عشان تعرف القيمه دي كام خد الليمت, تاخد الليم. خدت حاجه اسمها لوبيتال بقى زمان بقى اللي يعمل الامجاد تعوض بالكلام, تاخد الليمت. بقى ما تاخد الليمت ممكن تقابل اللي انا بقولك عليه ده, تاخد الباست تساوي ب 0 عشان طب ثانيه بس فصلتني يا عم, عشان يطلع في الاخر ده 0 على 0. 0 على 0 يطلع في قيمه. ده كلام ده خدناه بعدين في اعدادي, قال لك في حاجه اسمها غير معينه وغير وانفينيتي وغير محدده. لو زيرو في انفينيتي او زيرو على زيرو, فاكر انت الكلام ده؟ قال لك لو طلع معاك اي حاجه من الحاجات دي بتاخد الليمت. ده اللي احنا يعني ده خلاصه الكلام, تاخد الليمت ومساوي الباص ده بزيرو. عشان في الاخر لما لو انا عوضت هنا خدت الثابت ده بواحد وعوضت زيرو, يبقى ناقص واحد زائد واحد بزيرو على ده بزيرو بفي قيمه. فانت بقى لما تبسطه تبقى الدنيا تمام. لو احنا بسطناه في الاخر طلعناه في الاخر المطير ده واحد ناقص كوزين تربيع تطير, انت كده خلصت المساله. قول يا ريس, هو طالما ال ان باي هنا بتفرق في ايه؟ مش في رياكشن المفروض ولا مش معاه؟ يعني مش ان باي بتطلع نفس الناتج اللي لا مش هتطلع. ما تيجي نشوف. ثابت هتغير. طيب الباوند كونديشن بتاعنا ايه بقى؟ لو انا عوضت في المساله دي فاي ب 180 هيطلع نفس الكلام اللي فات, حاجه على زيرو بانفينيتي صح؟ لازم ات فاي بيساوي باي, الباست برده كلام لازم يساوي كام؟ زيرو. فاقول هنا ات فاي بيساوي الباي او 180 ايا كان بقى انت بتعوض ازاي يعني, الباست ده هيساوي زيرو. فيبقى هنا ناقص كوزين 180, كوزين 180 بكام؟ سالب في سالب ايه خلاص؟ سالب واحد زائد ثابت بيساوي زيرو. يبقى السالب بيساوي كام؟ سالب واحد. طب انت معوض هنا عن ايه؟ عن المنظر ده. الكلام ده هيساوي نيجاتيف ار في جي على ساين سكوير فاي ها ناقص كوزين فاي ها ناقص واحد صح كده؟ تاخد الناقص دي مشترك تقوم مطيره دي وفك ده, واحد ناقص كوزين على واحد زائد كوزين, واحد زائد كوزين تطير يبقى لي تحت كام؟ واحد ناقص كوزين صح؟ لو اتلخبطت تعملها ايه؟ بره هتطلع واحد زي كوزين صدقني يعني. في فرق, لو حد خد باله كان بيقول لي مفيش فرق, في فرق في الاشاره صح كده؟ فين احنا حسبناها؟ ناقص جي في ار على واحد زي كوزين, ودي ار في جي على واحد زائد ايه؟ كوزين. دي واحد زي كوزين يبقى اللي تحت واحد ناقص كوزين صح؟ الناس دي مركزه زي الفل. كل اللي انت هتعمله هقول لك ارسم لي ان فاي والان سيتا. تقوم انت عامل ايه بقى؟ بص تقوم انت جاي كده جنب المساله كده ترسمها تاني, وتقوم عامل واخد خط الافق كده اهو وخط كده اهو, وتقوم نازل تعمل خط فيرتيكال كده موازي للايه؟ المساله بتاعتك, وتقوم قاسمها. مش انت قسمتها هنا صح؟ طب انا عايز اسال سؤال قبل ما ارسم بس, هل حد كده متخيل الجزء اللي فوق ده المفروض الجزء اللي فوق ده من الشل يكون حاسس ان هو مضغوط ولا مشدود؟ الجزء الفوقاني مضغوط صح؟ هو الجزء ده بيحمل على حاجه صح؟ فاكيد الجزء ده هيصغر فيه قوه ضغط. طب الجزء التحتاني ده هو كانه متشعلق في الكاميرا دي, فاكيد ان هو عايز حاسس ان هو ايه؟ مشدود. هنشوف الكلام ده بقى هيطلع مظبوط ولا مش مظبوط. طب انت جاي معوض هنا في القانون ده, اول حاجه انا اعوض ناخد قيم, اعوض حاجه في فايب زيرو يبقى اعوض في انهي جزء؟ الجزء الاولاني. معادلته اللي هي فين؟ اللي هي دي. لو عوضت هنا يبقى يطلع ايه؟ ناقص جي في ار على واحد زائد كوزين زيرو صح كده؟ كوزين زيرو بكام؟ واحد. يبقى الكلام ده كله يبقى ناقص جي في ار على اتنين صح كده؟ طب انت جاي كده عايز خد بقى اي حاجه نيجاتيف, يعني عايز تاخد ده مثلا نيجاتيف يمين او شمال اللي يعجبك, بس في الاخر بنحط اشاره. طب انت معوض بشويه قيم, لو الفاي لو الفاي لو الفاي ب 90 هتعوض مثلا بقيمه هنا
عند الفايب 0 عند الفايب مثلا 45 والفايب 90 كل ده هتطبق فيه في اول أو في اول جزء اللي معادلته اللي هي دي. فعوض عن الفايب 90 هيطلع هنا كام؟ ناقص جي في ار على 1 زي كوزين 90 بكام؟ كوزين 90 بكام؟ كوزين 90 ب 0 هيبقى لي هنا كام؟ ناقص جي في ار. طب انت ايه؟ طلع حاجه بالمنظر ده. القيمه دي كام؟ ناقص جي في ار. خلصنا الجزء الاولاني، نعوض في الجزء مين؟ تاني معادلته هناك اهي. لو الفاي ب 90 هيطلع بوستيف ار جي صح؟ يبقى كده نيجاتيف ام 10 كده اهو بوستيف ار جي. حلو قوي الكلام ده، انا كده كلامي كان صح صح، انا كده حل صح. الجزء اللي تحت حاسس بالتنشن فعلا، فهيطلع هنا ار في جي وتحت. انا عوضت عن الفاي 180 هنا هيطلع نص ار جي، وانت هيطلع لنا حاجه كده تقريبا. ده كده بوستيف ام 10 ده وام 10 ده، كان ده صعب؟ كان ده مش صعب لو انت مشيت ايدك وحليت كتير. مش سائل على اي حاجه على الرينج بين دي، ما جابش سائل. ما اسالش عليها. المساله اللي احنا هنحلها بقى دلوقتي المساله الثانيه عشانك احنا كده ايه؟ عشان انت قلت بس. ماشي؟ بس انتوا قاعدين اسبوع في البيت، اسبوع الجو في الكليه كده نشاط كده. مش هندسه، انت مش نشيطه معانا خالص في هندسه، ليه هتلاقي ماشيه معاك زي الفل؟ لا 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 بص، دي سبيشال كيس شويه عشان دول كانوا ممكن الحاله تمشي كده اللي هم الاثنين في الاخر يعني الفرص الهوريزونتال بس بلاش تاخدها كده، هتلاقي المسائل الثانيه دول عشان ممثلين عند الرينج مين، فالكيس دي سبيشال شويه. الكيس الثانيه هيبقى عندك رينج بيم مثلا حاجه عامله كده وحاجه فيرتيكال، وعندك رينج بيم هنا، هتلاقي رينج بيم دي ظهر لها رياكشن افقي وراسي هيغيروا الدنيا خالص. هنا عشان هي تانجنت للاثنين ف لحد ما طلع الحل بسيط، نمسح الكلام ده نحل مساله ثانيه. طبعا لو قال لك الان سيتا هو قانون واحد يعني ما تقلقش، هو اللعبه كلها في الان فاي. جبت الان فاي وجبت البي ار وجبت ار 1 ار 2 كده خلصت المساله. طلب الرياكشن هنا هنشوفها، والله هنشوفها ما تقلقش. جايب لك مساله ضخمه كده فيها رينج بيم محترمه، طلع بقى كل الايه الرياكشنات اللي انت عايزها. سألتها هتلاقيها محلوله في كذا حته يعني، موجوده في الكتاب وموجوده في الشيت وموجوده في حتت كتيره. المساله دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك عندنا كوره كده ماشي، وعندنا هي الميه لونها ازرق صح؟ في هنا ميه ليه؟ مسائل الشيز دي بتلاقي كده اشكال عجيبه كده حت تحلم بيها. تمام، المساله دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك سمي ده ايه او ار اللي يعجبك، سمي ايه مثلا. عندك مساله عباره عن سفيريكال تانك مدور كوره وممسوك برينج بيم تمام عند فاي 150، دي رينج بيم عشان بس ايه الناس تبقى عارفه، مش موجوده في النص، موجوده عند قيمه الفاي قيمتها كام؟ 150. تانك ده مليان ميه، عايزين ايه نحله، نحل كل حاجه، نحل الجزء اللي فوق ونحل الجزء اللي تحت ونطلع الرياكشنات على الرينج بيم دي شايله كام نعمل الكلام ده كله. طيب زي ما قلنا غالبا الرينج بيم
رينج بيم بيظهر عندها رياكشنز. هنعمل ايه؟ هنقسم المساله بتاعتنا نصين، جزء ما قبل الرينج بيم، جزء اللي بعد ايه الرينج بيم. ممكن نسمي الجزء ده بورت واحد، جزء ده ايه بورت اتنين. الجزء الاولاني هنا انت في كل جزء هتحله، اول حاجه هتحسبها تحسب الار واحد والار اتنين، بما ان دي دايره او كوره، فهيبقى عندنا ار واحد بيساوي ار اتنين بيساوي الايه، صح كده؟ لو انا خدت اي سيكشن هنا، خدت اي بارل كده وعمودي، بارل وعمودي هتلاقوا في السنتر اللي هو نفس محور الدوران، فساعتها ار واحد هي ار اتنين، وار واحد طلع بره الاكس يبقى ار واحد بوزيتيف ايه كده. من ايه نراجع سريع. طب عايزين نحسب ال نحسب ار واحد وار اتنين والبي ار والدبليو فيرتيكال. لو انا حسبت دول صح الدنيا معاك هتبقى زي الفل. عايزين نحسب البي ار. طيب عشان تحسب البي ار هناخد سيكشن برده كده. انا خدت حته صغيره او اخد السكشن ده، يعني ناخد السكشن ده كده، اخد حته فوق كده ناخد حته كده، هدرس الجزء الاولاني فهظهر كده مين ان فاي، وهظهر كده ان فاي. الميه بتعمل بريشر عامل ازاي؟ مية دايما المية بيكون ليها كومبوننت واحدة عمودية على السطح، صح كده؟ ده اللي كان احنا خدناه في الفلويد، دايما البريشر بتاع المية عمودي على السطح، فمش هيكون المية هنا غير كومبوننت واحدة بس خارجة لبره كده، لأن التانك ده مليان مية جواه فهتزق لبره. قيمتها كام؟ جاما اتش. طيب البي ار هنا هتساوي ايه؟ جاما اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ احنا قلنا لو هي داخله على الاكس يبقى بوزيتيف، خارجه من الاكس يبقى نيجاتيف، صح كده؟ طب دي كده خارجه بتبعد عن الاكس، يبقى كده جاما اتش هتبقى ايه؟ نيجاتيف جاما اتش. طب الاتش بيساوي كام؟ الاتش بيساوي كام؟ احفظها بقى دي سهله خلاص اهي. الاتش هتساوي ايه اللي هو ده كله ماينس، لو انا عملت مثلث كده اهو الحته دي الصغيره دي اسمها ايكوزاين، فيبقى عندي ايه؟ واحد ناقص كوزاين فاي. فانا كده جبت البي ار. عايز احسب بس دبليو في في الاخر. عايز احسب الدبليو في، وان الزاويه دي فاي، فانا عملت كده ده كده هو ده، فالزاويه دي كام؟ فاي، صح كده؟ الدبليو في ده عايز اشوف ريزلتنت فورس اللي في اتجاه الفيرتيكال، فيبقى عندي دبليو في دي لما اكون احللها في اتجاه الفيرتيكال هتبقى ايه؟ تبقى الجاما اتش، معلش لما احللها في اتجاه الفيرتيكال هتبقى ايه؟ جاما اتش كوزاين فاي. مع هندسه؟ عايزين نشوف الاشاره. عايزين نشوف الاشاره. طيب انا كامل بكامل هنا من فين لفين؟ هبدا كامل من الزيرو صح؟ لحد فاي، ابر فاي بتاعتي ايه؟ ابر ليميت. حلو، بوست ال W V وال N فاي نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه صح؟ يبقى يعني عندي اشارة نيجاتيف، نيجاتيف بوزيتيف بنيجاتيف، يبقى انا هاجي هنا احط ايه؟ نيجاتيف. تمام؟ ال H حسبتها الكوزاين فاي اسمها زي ما هي، يبقى الكلام ده يساوي ناقص جاما مضروبة في ايه؟ في واحد ناقص كوزاين فاي مضروبة في كوزاين فاي، واحد ناقص كوزاين فاي، الكلام ده كله مضروب في كوزاين فاي. انا بقول لك لو انت عملت لحد كده في اي مساله ار واحد ار اتنين دبليو في صح، كل اللي جاي سيستماتيك هتشوف اهو. عايزين نحسب الكلام ده، هقول هنا ان فاي بتساوي ناقص واحد على ار اتنين اللي هي ار اللي هي ايه ساين سكوير فاي، افتح قوس تكامل ار واحد في ار اتنين اللي هي كام؟ سكوير، صح كده؟ مضروبه في الدبليو في اللي هي كام؟ الحبه دول، صح كده؟ يبقى عندي مضروبه في ناقص جاما في ايه؟ في واحد ناقص كوزاين فاي، الكلام ده كله مضروب في كوزاين فاي. طيب دبليو في يبقى كده مضروب في ساين، صح كده؟ دبليو في ساين فاي، فهضرب في ساين فاي الكلام ده كله دي فاي بلس كونستنت.
الكلام ده صعب؟ مش انت سمعنا؟ تركز شويه كده، هنطير شويه حاجات كده، النيجاتيف دي هتروح مع النيجاتيف دي، والاي دي هتطير مع الاي دي، واطلع الكلام ده بره، هيبقى عندي ايه؟ جاما اي سكوير على ساين سكوير. في حد بيقول ازاي صح؟ تقول حاجه؟ اه مش تمام. ده كان دي كانت الملحوظه دي، كنت ممكن تسال فيها السؤال اللي قبل اللي فات. احنا لو حد خد باله المساله اللي فاتت برضه، كنت انا واخد مشترك وكان في ترم كده زائد ثابت صح؟ مش حد فاكر الكلام ده ولا لا؟ المساله اللي فاتت لما احنا حليناها بالظبط، شلون سنه قال لك هو رد عليك بيقول لك السالب بيظبط نفسه. يعني انا خدت سالب المساله دي، فالسالب الثابت ده هيطلع بناء على انا خدت سالب مشترك، الثابت ده هيظبط نفسه. واحد يقول لك ايه، ما ينفعش تاخد مشترك من هنا. يعني انا عملت ايه دلوقتي؟ طلعت دول بره. طب ما في ثابت، ازاي تاخد ده بره؟ احنا يعني ده كده بالظبط هو كده هيظبط نفسه. عشان كده لما تيجي تحل مثلا بعد كده تطلع بعد الامتحان، ممكن تطلع ثوابت مختلفه حسب انت خدت ايه مشترك وخدته امتى. يعني انت بتراجع بعد الامتحان مع اي حد، الثابت ده ممكن يختلف من واحد للتاني، بس ستيل في الاخر لما تيجي تعوض في القانون ان فايل فاينل لازم يطلع ايه؟ واحد. فانا كده بس بروق الدنيا دي كده، طيرت السالب ده مع السالب ده، جاما في ايه في ايه، جاما اي سكوير على ساين سكوير فاي. ها حد بقى يركز منها الحته دي كده، هضربها في بعض. عندنا تكامل، تكامل ايه بقى؟ هضرب ده هنا ماشي، هيبقى كوزاين فاي ساين فاي ماينس كوزاين سكوير فاي ساين فاي، صح كده؟ الكلام ده كله نخليه كده دي فاي بلس كونستنت. لو حد ركز شويه هيلاقي ان ايه، لو انت عندك حاجه وتفاضلها موجود بره، ممكن تعملها معامله البولينوميال. يعني الكوزاين دي تفاضلها موجود بره اللي هو نيجاتيف ساين، فممكن بس ازود الاس واقسم الاس الجديد. فانت عندك مثلا ايه، يعني اي حاجه تفاضلها موجود بره ممكن تكملها على طول. فكوزاين تفاضلها موجود بره، فكل اللي هعمله هقول ايه، ناقص كوزاين سكوير فاي، هزود الاس واقسم الاس الجديد، ناقص الكلام ده كله هو نفس الكلام هنا، يتكرر هنا، جاما في اي سكوير على ساين سكوير فاي، افتح قوس من كامل اهو بقى، كوزاين تفضلها موجود بره بس ناقص نيجاتيف، وضربت في نيجاتيف وكملت عادي، ناقص كوزاين تفضلها نيجاتيف ساين، نيجاتيف ساين موجوده صح كده؟ ممكن اقول هنا الكلام ده يبقى زائد كوزاين تكعيب فاي على 3 صح كده؟ زائد ايه؟ زائد الثابت. معايا؟ عايزين نجيب الثابت، هنجيبه منين؟ باوندري كونديشن فين؟ ات فاي بيساوي زيرو. طب لو فاي بيساوي زيرو الكلام ده هيطلع بكام؟ تحت هيطلع بزيرو، يعني انفينيتي، لازم البسط هو اللي يساوي زيرو، فمساوي البسط ده بزيرو. هكتب كده اهو، ات فاي بيساوي زيرو، قوس ده كل الحبه دي كده يساوي زيرو. حد يقعد معايا بقى كده؟ كوزاين زيرو. بصوا ممكن نعمل حاجه عشان بس نفس حل الكتاب، هاخد 6 مشترك، يعني هضرب في 6 ماشي، 6 فوق و6 تحت عشان بس ما نحسب ثوابت. هضرب 6 فوق 6 تحت اهي، واضرب في 6 فوق، دي كانت كام؟ 2 تبقى 3 صح، ودي هتبقى كام معايا ولا رجعها تاني؟ عشان بس الثوابت تطلع زي، تبقى سهله وتطلع زي الكتاب او زي الحل اللي معايا. نيجاتيف 3 اهي، كل اللي عملته ضربت في 6 فوق و6 تحت بس، ما عملتش حاجه ثانيه اكتر من كده. هساوي بقى الكلام ده بزيرو، فلما اجي اعوض عن كوزاين زيرو بكام؟ اهو يبقى ناقص 3 كوزاين زيرو بواحد في 1 بلس 2 في كام؟ 1 صح كده؟ زائد ثابت يساوي كام؟ زيرو. الثابت ده هيساوي كام؟ حد واقع مني لحد دلوقتي؟ حلو، الثابت ده بواحد. ممكن بقى تقوم انت جاي كده ايه، تخليك جدع وتعمل ايه؟ جاي معوض بيه بس، جاما في اي سكوير على ساين سكوير فاي ناقص 3 كوزاين تربيع فاي زائد 2 كوزاين تكعيب فاي زائد 1. انا كده حليت الجزء الايه؟ بس دي مركزه زي الفل.
كده حلت الجزء الاولاني، عايزين نحل الجزء الثاني. حل الجزء الثاني فين؟ حلو هنا. عايزين نحل الجزء الثاني عشان نسيب اللي بيكلموا ايه كده بره، مطلع الجزء الثاني ده ايه كاني هرسمها كلها، بس هقول لك اهو بص هرسمها كلها عشان حتى الناس اللي مش متخيله احنا بنعمل ايه. كبرها شويه هقف في السنتر، بدرس الجزء التحتاني صح اللي هو تحت الرينج بيم، فهقف هنا وامشي زاويه اي زاويه فاي، بمشي الفاي ده عكس عقارب الساعه، فهمشي زاويه فاي لحد ما اوصل للجزء ده اي حته فيه واقوم مطلعه بره اهو الزاويه دي فاي. اول ما بتقطع بتظهر الانترنال فورس الموجوده فيه اللي هي ان فاي، وهنا كام ان فاي. انا كده قاطع بدرس باخد كان واخد سيكشن كده ومطلع الحته دي بره، هي دي اللي انا بحلها. الجزء الاول كان لحد الرينج بيم ولا كان لحد نص الكوره بس؟ لحد الرينج بيم. كان لحد فين؟ اهو لحد الرينج بيم. كل ده الجزء الاولاني. دلوقتي بحل الجزء الثاني، فانا واخد حته كده اهو من الجزء ده طلعتها بره. طيب هعمل ايه؟ هظهر في عندي هنا ايه؟ في ميه صح كده؟ في ميه تعمل لي بريشر قيمته كام؟ جاما في اتش صح كده؟ بس الاتش بقى المواردة هنا منين؟ اتش كلها اتش دي من اول فوق، لان الميه موجوده من اول فوق، فجاما في اتش لحد السكشن بتاعي، يعني انا واخد سكشن كده هنا كده في اتش دي اللي هي من اول هنا لحد فوق، هيبقى عندي كل دي اللي هي ايه؟ في الحاله دي هي كل دي الاتش. حد بقى كده جدع يقول لنا ار واحد وار اتنين والبي ار والدبليو في. الار واحد وار اتنين مش هتغيره. طيب البي ار، البي ار هنا بتساوي ايه؟ بتساوي الجاما في اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. حلو نيجاتيف جاما في اتش. الاتش بيساوي كام؟ واحده واحده بقى واحده واحده. الاتش دي بتساوي المسافه دي كلها، المسافه دي كلها بتساوي ايه؟ بتساوي الجزء اللي فوق ده زائد الحته اللي تحت دي. الجزء اللي فوق ده اللي هو ايه صح كده؟ لو انا عملت مديت الخط ده كده تبقى الزاويه دي كام؟ 180 ناقص 4 صح كده؟ طيب فانا عايز من اول فوق لحد الحته دي، فالجزء اللي فوق ده اسمه ايه؟ ايه؟ عايز احسب الحته اللي تحت برضه نفس الكلام مثلث اهو، فهقول ايه كوزاين الزاويه دي جاب لي ايه؟ الحته الصغيره دي صح؟ يبقى ايه زائد الحته دي، الحته دي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه كوزاين 180 ناقص 4. كام ده؟ هيبقى زائد ايه كوزاين 180 ناقص 4. لو انت كوزاين 180 ناقص 4 اللي هي بتساوي كام؟ ناقص كوزاين 4 صح؟ يبقى ايه؟ في 1 ناقص كوزاين 4. يبقى كده جبت الاتش. دايما كده بعد ما تخلص تجيب الاتش كده شيك عليها بسرعه. جبت البي ار، جبت الكلام ده كله، عايز احسب مين؟ دبليو في. دبليو في بتساوي ايه؟ انا خدت خط كده اهو. دبليو في دي الفيرتيكال لود بريونت اريا، فيرتيكال، فلازم تحللها في اتجاه الفيرتيكال. فعندي هنا جاما اتش، والزاويه دي كام؟ هي نفس الزاويه دي، صح كده؟ يبقى الفيرتيكال ده بيساوي كام؟ جاما اتش مضروب في كوزاين 180 ناقص 4. يبقى الدبليو في بتساوي جاما، اكتب هنا تاني كده، جاما اتش كوزاين 180 ناقص 4. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هنشوف. واحده واحده بقى. بكامل من فاي لحد 180. يبقى الفاي عندي هنا ايه؟ لور ليميت. طب ال 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 دبليو جاما اتش دي او الدبليو في الفيرتيكال بيوت اريا والان فاي مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض. يبقى عندي كده نيجاتيف في نيجاتيف صح؟ بص هنا كده زي الفل. نكسب لها مكان كده اهو. بص فك بقى الليله دي كده. جاما الاتش احنا حسبناها اللي هي كام؟ ايه؟ ها؟ الكلام ده كله مضروب في كوزاين 180 ناقص فاي صح كده؟ ماشي. قصدك كده؟ كل اللي عملته انا بس انا عوضت جاما في اتش في كوزاين 180 ناقص فاي. الناس اللي بتذاكر الكويز كويز يعني مش مستاهل كل ده.
يعني حاول تركز، ده اهم، ده اصعب من من الكويز. مش كده قلنا نمتحن الاول؟ لا لا ده اهم، فركز. الكويز مش مش ازمه يعني، الكويز في الاول والاخر عليه كام درجه اصلا؟ عليه درجه. يعني تخلي طموحاتك اكبر من الكويز، العب على الميد ترم. دلوقتي احنا بنلعب على الميد ترم، انت دلوقتي تلعب على الكويز مش مركز. العب على اللي في ايدك. لا ده في ايدك ولا ده في ايدك؟ انت غلبان اصلا. انت كحيانة يا محمد. ناقص جامعة في واحد، جامعة في ايه؟ في واحد ناقص كوزان. خلصت خلصتك الليلة دي. هعمل ايه بقى؟ لو انت جبت دول صح خلاص انت خلصت. لو انت جبت دول صح، ار واحد والبي والبي ار والدبليو في، كل اللي احنا بنعمله بس ان احنا بنعوض في المعادلة وبكامل. وعوض شوية باوندري كونديشن. حد كده طويل النفس يعوض معايا ويكمل معايا. بس انا عندي سؤال، هو هنا ناقص جامعة في ايه؟ في واحد ناقص كوزاين فاي في كوزاين فاي. صح كده؟ والكلام ده ناقص جاما في ايه؟ في واحد ناقص كوزاين فاي في كوزاين فاي. عايز حد كده يقول لي حد لاحظ حاجه ولا لا؟ صح؟ دايما ايه؟ ركز كده شويه، بص كده على الان فاي اللي بتطلعها. احنا اللي احنا طلعناه ده هو نفسه اللي ايه؟ اللي هناك، مالهاش معنى ان انا اقعد اكمل تاني. هو نفس ال يعني ايه اللي هيتغير؟ المعادله دي بيخش فيها فش حاجه، هي ناقص واحد على ار 2 اللي هي ثابته، ساين سكوير ثابته، افتح قوس ار 1 ار 2 هم هم في الدبليو في في الساين، فاللي هيتغير كلها الدبليو في، الدبليو في اصلا هي هي، فمش هنقعد ايه ما نضيعش وقت، امتحان اقصر من كده. فيطلع هو هو نفس الحل ده، بس كل الفكره هيتكمل ايه؟ هيتغير الثابت. الثابت ده هيطلع ايه بقى؟ طلعه هنا، طلعه هنا مثلا، بس مش عايز هات 5 بتساوي كام؟ اقعد في الجزء اللي تحت، هات 5 بيساوي 180 صح؟ لو 5 ب 180 هيطلع المقام بزيرو صح كده؟ فلو البسط يساوي زيرو، نفس اللي احنا عملناه هناك بالظبط، هات 5 بيساوي 180 القوس اللي فوق ده اللي هو اللي هناك ده هيساوي كام؟ زيرو، هطلعه بره كده واعوض فيه، ناقص 3 في كوزاين 100 كوزاين، اعوض فيه عشان الناس ما تتلخبطش. ناقص 3 كوزاين 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 180 بكام؟ ناقص 1 سكوير بلس 2 ناقص 1 كل اس 3 زائد ثابت من هنا كده، الكلام ده كامل يساوي 0. طلع الثابت بيساوي كام؟ 5. طبعا تخليك جدع تقوم كاتب المعادله دي تاني، نسمي دي كده ان فاي، حط لها يو كده ماشي، يو دي اللي هي ابر يعني، كتبت يو كده ابر ولور ماشي. فممكن هنا اكتبهم كده بسرعه، ايه جاما في تربيع على 6 ساين تربيع فاي، افتح قوس ناقص 3، محدش بيساعدني ليه يا جدعان، ناقص 3 كوزين تربيع فاي. ساعدوني عشان اجيب لكم كويس سهل. ايه؟ زائد 2 كوزين تكعيب فاي زائد 1. طيب طيب قوي ها؟ كويس اصلا طبعته ايه؟ زائد 5 ده الاولانيه، ده الابر ماشي؟ ان فاي اللي هو بيساوي ها؟ راجل محترم شكرا. معلش عشان الناس بس ما تتلخبطش. لو انت عوضت الاثنين دول المفروض ان هم مشتركين فين؟ عند عند الزاويه دي صح؟ الجزء الاولاني ده فالد لحد 150، الجزء ده بدا من عند 150. بس لو انت عوضت بال 150 هنا و 150 هنا مش هيطلعوا زي بعض. ليه بقى؟ عشان في الرينج بيم دي. فلو حد عوض 150 فوق هيطلع رقم، ولو حد عوض 150 تحت هيطلع رقم تاني. يجي هنا بقى دور مين بقى؟ دور الرينج بيم. الفرق ده بيروح فين؟ بيروح الرينج بيم. ده اللي احنا ايه؟ هنطلعه دلوقتي. فلو حد جه كده، لو حد عوض فوق ان فاي ابر عند 150، الكلام ده هيساوي ناقص 1.7 جاما. انا عايز اسال سؤال تاني كده بس خليه في الاخر. جاما، معرفش حد خد باله من حاجه ولا لا؟
ان فاي لور الكلام ده هيساوي بوزيتيف 0.967 جاما في سكوير. فمنطقي برضو ان الجزء اللي فوق ده يطلع نيجاتيف صح مضغوط، الجزء اللي تحت يطلع ايه بوزيتيف مشدود. حلو قوي الكلام ده. تيجي انت تعمل ايه بقى؟ عايزين نطلع الفورس على الرينج بيم. ممكن نسمع هنا ان فاي دي دايما بتطلع ايه تانجنت صح. يعني انا عملت كده ان فاي بتاع الجزء الاولاني، انا عملت تانجنت كده اكيد هي دي لان فاي بتاع الجزء الاولاني صح كده. طيب هطلعها بره احسن، طلعها بره اهي. عندي كده جاي لي من فوق بيضغط عليا من الابر جاي لي 1.7 جاما في سكوير، وجاي لي من تحت كام بيشدني صح كده، بيشدني جاما 0.967 جاما في سكوير. بس هو ده هي دي الليله كلها. طب انت جايب الرينج بيم وطلع بس شويه الفورسز والزوايا اللي موجوده هنا كام. الزاويه دي 150 يبقى الزاويه دي 30. لو انت عملت كده الزاويه دي 150 الزاويه دي 30 يبقى الزاويه دي 30 يبقى الزاويه دي 30 الزاويه دي 30. انت ناس لا انتوا بتلعبوا بالزوايا لعب يعني، انتوا في سنه ثالثه ثمانيه دلوقتي. طيب فهيظهر عندي رياكشنز هنا، هي بقى دي اللي هشيلها الرينج بيم. من دول هيظهر عندي فود رياكشن في الاكس بتاع الرينج بيم هنا، ورياكشن في الواي بتاع الرينج بيم. طب رياكشن الاكس انا هشوف الاكس هيطلع كام مجموعهم صح؟ هحلل بس. فالاكس بتاع الرينج بيم ده هيساوي كام؟ الاكس ده هيساوي 0. قول يا كبير 0.967 ها؟ جاما سكوير كوزاين 30. ها حاجه ثانيه ولا خلاص؟ كوزاين 30. طب الفيرتيكال اللي على الواي هو هيجي في سؤال في الامتحان يقول لك هات لي الرينج بيم دي شايله كام؟ احنا عرفنا ان الكلام ده كله هيطلع طن بير متر صح؟ ان فاي دي طن، الان فاي والحاجات دي كلها طالعه طن كل متر، طن لكل متر. طيب نعم سالب 1.7 ليه؟ هو احنا عرفنا ان هو النيجاتيف ده معناه ان هو بيضغط، فانا خلاص عوضت بيها بشارتها صح. فعايزين نشوف الرينج بيم دي شايله كام؟ الرينج بيم دي معناها جاي اللي حاصل جاي لها كده داير ما يدور، احنا قلنا كام؟ بيأثر عليها الرقم ده في اتجاه اكس صح؟ برميتر رن داير ما يدور كده باتجاه اكس برميتر رن، الرياكشن الاكس ده هو ده اكس طن كل متر، والرياكشن الواي ده هو ده طن لكل متر صح كده؟ فانا ممكن اظهر بس الدايره دي بره حاجه بالمنظر ده جاي لي كده داير ما يدور في اتجاه اكس كام؟ الرقم ده هيطلع كام؟ انا كنت مطلعه عندي انت راجل محترم راجل محترم ده هيطلع 2.3 جاما في اي سكوير. انا عندي هنا كل ده بيضغط عليا صح؟ الاكس ده داير ما يدور كده، فانا هعمل ايه عشان اعرف الفورس اللي في الرينج؟ هقطع، هاجي عند النص بتاعي كده واقطع واطلعها بره. هيظهر لك هنا انت ان فورس اللي جوه الرينج كان دي بيم كده وانت ايه بتضغط عليها او بيم وبتفتحها كانها دا كاميرا دائريه وبتضغط عليها من كل النواحي. فالرياكشنات الافقيه دي هتلغي بعض صح؟ كل الرياكشن ده قصاده ده وده قصاده ده، كل الافق هيلغي بعض، هيبقى لك بس رياكشن فيرتيكال محصله دول لما تحللهم فيرتيكال هم دول اللي هيبقوا لك هنا.
فالكلام ده هيساوي لو فرضنا ان دي دايره نص قطرها اي واحد، الكلام ده هيطلع اكس مضروب في اي واحد. لو انت قعدت فكرت فيها كده في البيت هيطلع الكلام ده صح. تقوم جاي ضرب الاكس ده كل تان بالمتر رون ومضربه في الريديوس، يبقى انا كده جبت الايه الفورس اللي في الرينج بيم داير ما يدور. المقطع هتظهر عندي الفورس في الرينج بيم، ودي كده الفورس اللي الكاميرا دي هتصمم عليه صح. دي كده الفورس اللي ماشيه جوه البيم نفسها، سواء بقى كانت كومبريشن سواء كانت تنشن. انا فاهم كل حاجه والاتجاهات، بس عايز اعرف الان فايل اللي انا حطيتها على الرينج بيم عكس الان فايل اللي طالعه الشيل ذات نفسه. ليه؟ انا في الجزء اللي تحت انا فرض ان الان فايل دي تنشن يعني طالعه من الشيل تمام، وطلعت بوزيتيف يعني الان فايل اتجاهها كده. ليه في الجزء اللي تحت خليت الان فايل اللي تحت؟ لا هسألك سؤال بس، هو انت هقولك ازاي. انت تقول ان هي طلعت تنشن صح؟ احنا فرضناها كده وطلعت. ثانيه واحده، انت قلت ان هي طلعت موجبه وعارف ان هي تنشن صح كده؟ فانت ممكن لما تيجي تقطع، انت لما تيجي تقطع حاجه مثلا كده تظهر الاثنين دول عكس بعض عشان يتزنوا. يعني لو ده كده وانت قطعت حته كده تظهر ده كده ان فايل كده وده عكسه، بظهر ده كده وده عكسه. او انت حتى باللوجيك كده يعني طلعت معاك بوزيتيف، واكيد هتشد الايه، هي باللوجيك ماشيه صح، باللوجيك منطقيه. يبقى كده طلعت الفورس الفرينج بيم تطلع 2.3. طب عايز نحسب الايه بقى كام؟ حد كده مركز شويه يقول لي قيمه الايه دي كام؟ نص قطر الرينج بيم ده كام؟ ما هو الايه ده هو نص قطر بتاع الدايره دي صح، بتاع الرينج بيم دي. لو حد كده ركز شويه الاقي عندي مثلث اهو، A كوزين 60 أو A ساين 30 صح كده. يبقى الـ A دي A واحد دي بيساوي إيه؟ A ساين 30. طب أنت واخد الـ A ساين 30 دي معوض بيها فين؟ طيب حل كمان مسألة؟ مين اللي بيقول 7 دقايق؟ حق العلم. يعني انت المفروض تكون قاعد مبسوط، انت مش مقدر اللي انت القعده اللي انت قاعدها دي. على فكره انا نادرا اصلا ما تلاقي ناس بياخدوا المناهج دي في جامعات تانية، نادرا يعني. انت قعدت مثلا متخرج كده اسال اي حد مثلا في المطريه الزقازيق، في ناس تاخد بليتس بس مش قليل اللي بياخدوا الشيلز. ايه؟ لا 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 مش موحده، لا في فرق. هناخد بس مساله مش هنحلها، هنطلع الان فايف وان سيتا وار واحد وار اتنين وخلاص. هطلع الار واحد وار اتنين والدبل فيه خلاص. ماشي؟ الواي اللي هنا دي مش هنعمل فيها حاجه، طلعناها كده خلاص. ايه كبير؟ الواي اللي هنا طلعها منك ماشي. دي بقى المفروض تبقى ايه؟ تبقى كومبريشن على العمود. دي تصمم العمود ده عندك كومبريشن عليه كل متر قيمه الواي دي. ده بقى سواء عمود سواء سلندر، ممكن يكون سلندر ده ما يدور برضه نفس الكلام. هنحل المساله، هنطلع ال ار 1 ار 2 وبي فاي وبي ار والفي دبليو في، مش هخش بقى في التكاملات دي كلها ولا اي حاجه. انتوا بقى تحلوها بقى يعني بدالي. انا مطلع بس برضو ال الحاجات اللي بقول عليها دي، ار 1 ار 2 دبليو في. بس مساله حلوه يعني، مساله ايه من الترم ولا ايه؟ هاي كده خلاص نمسح. فتعوض في الان فاي ابر من اول 0 لحد 150 صح، وتعوض في الان فاي لور من 150 لحد ايه 180. تيجي انت بقى تعوض في الان فاي ابر تلاقي ايه؟ اخد لكم المعادله عشان الناس مش فاكره. كان في شويه حاجه هنا كوزاين مش عارف ناقص 3 كوزاين، يعني كان في هنا كوزاين زائد 1 ها في 0 صح. حد خد باله من 0 ده؟ ما خدش باله. تيجي في الامتحان انت ايه تتصدم صح. عندك حاجه من اثنين، قوم انت جاي مثلا ايه تعوض بحاجه قريبه. لو انت عوضت بزيرو ده هيطلع كام؟ حاجه على زيرو بانفينيتي، مش عارف ترسم اول نقطه صح؟ هتعمل ايه؟ يتعوض بالفاي بقيمه صغيره، تقوم انت مظبط الكلام ده كله تاني. لو انت ظبطت الكلام ده، انا بس هكتب لكم ال ان هي ممكن تتظبط، يعني ممكن تطلع ايه؟ اقول لك بتساوي كام؟ الكلام ده كان ناقص بي فاي ان فاي ابر جاما اي سكوير على الكلام ده كان 6، الكلام ده كان ناقص 3 كوزين تربيع فاي زائد 2 كوزين تربيع فاي
بلس واحد. لو انت جيت تعوض تلاقي ايه؟ عوض بزيرو هيطلع ده مش قشطه، ده هيطلع زيرو على زيرو. زيرو ناقص تلاتة وتلاتة زيرو. ممكن انت تروق الكلام ده كله تاني، تعمل ايه؟ تقول واحد تاخد واحد ناقص كوزين تربيع، وتقوم مدخل الساين تربيع دي واحد ناقص كوزين وواحد ناقص واحد ناقص كوزين في واحد زي كوزين، وتروق الليله دي هيطلع لك في الاخر ممكن تبقى كده جاما في سكوير على ستة واحد ناقص اتنين كوزين تربيع فاي على واحد زائد كوزين فاي. طب انت ايه معوض في الكلام ده؟ طيب في المسألة اللي احنا هناخدها بتاعت ال واحد، طبعا زي ما انتم ملاحظين كده المسألة دي عبارة عن ايه؟ جزئين. دايما هو عنده لو عنده اي شل وهتعكس اتجاهها او هتغير الميل بتاعها لازم يحط ايه؟ رينج بيم عشان تاخد الرياكشن الفرق ده. لو حاجة مع بعض نفس التانجنت ماشي، في بقى فرق في الاسلوب ده كده وده كده، لازم حاجة تاخد الفرق ده. طيب عايزين نقسمها تبقى جزئين، ناخد الجزء الاولاني في جزء تاني. طيب الجزء الاولاني ده نسميه بارت 1، عشان نسميه كده بارت 1 هنا كده، نسميه هنا عندنا. هعمل ايه؟ هقف كده فوق وامشي زاويه فاي، اي زاويه فاي، واقطع واخد سكشن. عندي حاجه كده تقريبا اول ما تقطع، اول ما بتقطع بتعمل ايه؟ تظهر الان فاي. ادي ان فاي اهي، عندك ميه صح؟ الميه دي هتعمل ازاي؟ وادي عند السنتر اهو. طبعا ده كان بيقول لك ده جزء من دايره وده جزء من دايره، فالاثنين ليهم ريديس واحد اسمه ايه؟ ايه؟ ها عايز الناس تقول معايا. طيب عشان نمشي، عندي بتاع ده كان مليان ميه فهيعمل لي بريشر قيم اسمه ايه؟ جوما في اتش. اتش اللي هي فين؟ اتش اللي هي دي. طيب الار واحد والار اتنين بتاع الجزء اللي فوق، ار واحد بتساوي ايه؟ ده قال لك عباره عن جزء من دايره. لو انا خدت اي تانجنت هنا واي تانجنت هنا كلهم هيروحوا لنفس السنتر اللي هو موجود على الاكس اوف سيمتري او اكس اوف روتيشن. فهنا ار واحد هتساوي الار اتنين هتساوي ايه؟ ايه. طب البي ار كام واشارتها ايه؟ سالب. ها جاما في اتش، اتش قيمتها كام؟ لو الزاوية دي فاي يبقى الزاوية دي كام؟ يبقى اتش بيساوي كام؟ عندي مثلث اهو، مثلث ده كده ده مثلث قائم ازاي؟ اتش هيساوي كام؟ بتساوي ايه؟ ها؟ ايه كوزاين؟ جبنا الاتش اهو هنا خلاص. عايزين نجيب الدبليو في بقى. دبليو في بكامل من كام لكام؟ يعني عندنا الشيل دي تبدا من هنا، تبدا من هنا من 90، تبدا من 90 من 90 لفوق. فا عندنا ايه؟ ابر ليميت. طيب والجاما اتش والان فاي او الدبليو، ما هو الجاما اتش دي هتحلل كده صح؟ عشان انا بحسب في الاتجاه الفيرتيكال تبقى نازله تحت، يبقى كده ايه؟ بوزيتيف صح؟ الفاي ابر ليميت والاثنين في نفس الاتجاه يبقى بوزيتيف. بوزيتيف كام بقى؟ جاما في الاتش بس، ولازم احلها في اتجاه الفيرتيكال في كوزاين 180 ناقص فاي. تفك الليله دي بقى ايه؟ وقلنا بوست. طيب عايزين نحل الجزء الثاني.
عايزين نحل الجزء التاني. طلعه بره. اه طبعا ده الجزء التاني ده بيترسم من هنا صح. فهاخد ام واخد حته كده اكتب كده بار 2 واعمل ايه هم جاي كده اهو واخد حته منه مشيد زاوية فاي. كأن انا عملت ايه كأني خدت حتة كده يعني عشان بس لو حد مش مركز معي كأني خدت قمت عامل كده كده اهو عند اي حتة عند اي فاي وقمت قاطع وطلعتها بره. فادي الزاوية فاي اهي هقطع كده وزر الان فاي وزر كده مين ان فاي. عندي هنا حمل ايه مية صح. عندي حمل مية جوه مية فيعمل لي جاما في اتش في انه اتجاه بقى تحت كده صح. عندي كده جاما في اتش وكده جاما في اتش. السؤال بقى اتش كام اتش دي قيمتها كام ده سؤال مهم. الاتش دي اللي هي فين اللي هي مثلا لو انا بتكلم على الحته دي كده اتش دي اللي هي الناس بتاعت حساب مسلسلات الناس الجامدة. حد يقول لنا قيمة الاتش بكام عايزين نحسب مسافة اتش دي. لا ثانية ما الاي دي بكمل لحد هنا الاي دي احنا الاي دي لحد هنا هتكمل. طب فين ما معرفش ما ينفعش تقول ايه. لا نفس الخط اه ماشي. طيب ها حد كده يفكر معانا شونسين اخد الجزء اللي فين ها اللي هيبقى تانجنت مع ال اخد كام يعني قول لي رقم كده اكتبه. هيبقى مسائل دي صعوبتها في كده صعوبتها في ار 1 وار 2 والاتش بكام في محتاج شويه تفكير. فلازم انت تدرب نفسك على الحاجات دي لازم يعني ما ينفعش تيجي في الامتحان وتعطل كده. هي بس محتاجه شويه حساب مثلثات. طيب انا عارف ايه عارف ماشي واخد خطي مع ناس بحيث انه يمر بالنقطه اللي انا واخد عندها. يعني اخد نماس هنا؟ اه وازود عليه ايه؟ اخد نماس كده؟ لا نماس فوق فين؟ اه فين يعني؟ اه اه فين؟ اه هنا؟ اه اشد خط كده؟ اه واخد بقى الجزء بتاعه كده تقول ايه؟ طيب الزاويه دي فاي صح؟ الزاوية دي فوق اللي هي دي. طيب انا لو انا قلت لك لو انا عارف اقدر احسب انا اقدر احسب ايه لو انا قلت لك ايه كوزاين فاي ايه كوزاين فاي اللي هي كام هي الحته دي من هنا حد هنا صح ايه لو انا قدرت اجيب المسافه دي كلها واطرح منها المسافه اللي هي ايه كوزاين فاي دي وانا جبت الاتش صح كده. لو انا جبت المسافه كلها وطرحت منها الاي كوزاين فاي فانا كده جبت المسافه اللي باقيه اللي هي الاتش. طيب المسافه كلها كام سهله لو انا عملت كده ايه ادي اي كوزاين 30 يبقى انا كده جبت الجزء النص الاولاني وادي ايه وهنا من الناحيه الثانيه دي اي كوزاين 30 جبت النص الثاني. طب انا متن احمر عندي هعمل مثلثين ادي مثلث اولاني اهو هيبقى عندي دي كده من المثلث ده المسافه دي كده قيمتها كام. طيب وعندي مثلث ثاني اهو ده كده 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 ايه كوزين 30 ايه صح كده. يبقى لك كلها 2 ايه كوزين 30 هطرح منها الحته دي اللي بالازرق دي يبقى كده جبت مسافه اتش. يبقى اتش بيساوي كام كنا بنحسب هنا بارت 1 قلنا قال لك ده جزء من دايره فانا عارف ان ار 1 هتساوي ار 2 تساوي الايه البي ار بوستيف ولا نيجاتيف بي ار بوست. الراجل ده بيقول كام زي الفل جاما في اتش الاتش بكام اتش قلنا 2 ايه كوزين 30
minus a cosine phi. طيب الدبليو في دبليو في قطعت كاف اتش دي رايحه فين في اتجاه الريديان. انا بقول لك الدبليو في دي الفيرتيكال لود فلازم تحللها في اتجاه الفيرتيكال. طيب فانا ممكن اعمل ايه؟ سهله خالص اهي. اعمل خط كده الزاويه دي فاي يبقى الزاويه دي فاي. هحلل هيبقى ايه؟ جاما اتش كوزاين فاي. نفس الاشاره بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بكامل من زيرو في حد فاي صح كده؟ والان والاثنين الدبليو في الدبليو اللي بيأثر على المساله والان فاي بوصل لتحت فتبقى ايه؟ بوزيتيف. معايا الجاما والاتش عوض بيها كوزاين فاي تخش تعوض في ناقص واحد على الارض ان معادله ان فاي وتايه؟ وتحل. الكلام ده صعب؟ لا الكلام ده صعب. لا هو الكلام ده صعب. فاهم بس احنا ايه مضطرين نعمل ايه؟ يا ريت بقى الناس بعد اذنها تحاول تنتشر.